هذا البرنامج بمساهمة الشروق تيفي، الراعي الإعلامي الرسمي. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام متتبعي قناة الشروق الفضائية في كل مكان. كما راكم تشوفوا اليوم رانا في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، رايحين نستقبلوا الفنان المغربي الشاب سعد المجرد اللي رايح ينشط أول حفلة له هنايا في الجزائر. تابعونا. ومال حبيبي مالو، قولوا لي واش جرالو، البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو، كان ديما فيا يسول وغيابو عليا طول، لازم شي حد في بالو والله عليك نعاو. ومال حبيبي مالو، قولوا لي واش جرالو، البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو، كان ديما فيا يسول وغيابو عليا طول، لازم شي حد في بالو والله عليك نعاو. يا ولفي حرام عليك، هجرتيني بلا زبا والعشرة هانت علي وجرحتي المحبة، والله حرام عليك ضيعت معك جيت اكسايتد، جيت فرحان وكنتسنى وقتاش نشوف الجمهور. السر هو ربي سهل ورضات الوالدين والعمل، استفدت منهم الكثير ومازال ليومنا هذا. يعني ما نقدرش نخرج اغنيه غير لما استشرت مع الوالد والوالده ديالي. سهران ليالي ورحبت انا بالناس، مرحبا بكم مرحبا بكم، وغنيت الأغنية. هذا نهار كبير، هذا نهار كبير، هذا مرحبا بكم. اللي شغلتي بالي بات سهران، كنت انا وياها يمينة، هذا اليوم سعيد مبارك، وكان كان من الأوقات اللي ما عمري ما ننساها في الحياة ديالي، حلم تحقق مع شاب خالد. قلبي رح يهضر ويشكي عليا، نجوم الليل والقمر يحكوا ما بيا، حتى قلبي رح يهضر. هو صاحب الصوت الجميل والطلة المميزة والحضور القوي والكاريزما الساحرة، يبهر جمهوره أينما حل وأينما ارتحل، يعشق الفن ويعشق الغناء منذ الصبا، ويشدو كريح الصبا، إنه خوليو العرب، الفنان المغربي سعد المجرد. مرحبا بك سعد، ومرحبا بك في هذا اللقاء اللي يجمع بقناة الشروق إن شاء الله. سعيد جدا والجمهور الجزائري سعيد بهذا اللقاء بك. بارك الله فيك، وأنا أسعد وشكرا على هذه المقدمة الرائعة اللي درتي لي. أنا يعني كنشكرك بزاف، وكنشكر قناة الشروق، وأنا جد فرحان أنه موجود بين خوتي وحبابي، وفرحان أنه غادي نغني لكم. هذه أول مرة تزور فيها الجزائر وأول مرة تلتقي بالجمهور الجزائري وجها لوجه، كيفاش كانت يعني اللقاء هذا اللي كنت تنتظره يعني منذ وقت طويل؟ كان لقاء رائع، وكما قلت لك الاستقبال كان يعني أحسن من رائع، وعجبني الحال بزاف أنه لقيت ناس كيقدروني ويحترموا الفن ديالي، وأنا جد سعيد اللي هنا يا موجود. ما كنتش كنتظر بحال هكا، مي يعني تقريبا قبل من الحفل بأسبوع تفرجت في واحد الفيديو في يوتيوب اللي هي بحال برومو للكونسير اللي غادي ندير، وفيها أطفال كيشريو تيكي ديالي، فيها حوايج معبرين بزاف، فدخلت البهجة على قلبي، وجيت اكسايتد، جيت فرحان وكنتسنى وقتاش نشوف الجمهور. Ira ira ra 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 ra.
بعدك ويصعب عليا ويوم نلقاك وجودك يشفي بابي. التقيت بالجمهور الجزائري يعني فيه التقطت صور وسجلت يعني اوتوغرافات. نعم. واثناء الحفل يعني التقيت والجو معك الجمهور. نعم. بـ يعني بـ بـ بقوه. واش تقول يعني تعلمت شويه كلمات جزائريه؟ و يعني اللهجة الجزائرية والمغربية تقريبا واحد، ما كاينش فرق كبير يعني. فالحمد لله نتفاهموا كيما راني نحكي معك دابا كنهضر معك كتفهمني. فما كاينش فرق كبير حتى في الأغاني، كيما نجي نحفظ أغنية راي ولا نجي نحفظ أغنية يعني جزائرية ما يكونش صعيب عليا. الكلام مفهوم وكل شيء مفهوم. سعد المجرد يعني الجمهور يعني يعرفك بقوة يعني بهذا الانطلاق القوية تاع ألبوم أغنية أنت باغية واحد، لكن أنت كنت يعني في سنة 2005 كنت تأهلت لبرنامج سوبر ستار واعتذرت إلى 2007، احتليت يعني المرتبة الثانية، لكن بعد ذلك يعني غاب سعد المجرد. سبب غياب. سبب غياب. سبب الغياب هو محاولات باش نرجعوا نديروا شي عمل اللي يكمل لي المسيره ديالي من مورا سوبر ستار. سوبر ستار نورمالمون عطاونا عقد فيه وعود كثيره، فيه اغاني، فيه كليبات، فيه انتاج. فحتى شي حاجه من هذيك الوعود ما طرات، فقررت انه هذه ماشي هو اخر المشوار. فهذيك الغيبه اللي من بعد سوبر ستار كان بسبب هذا العقد اللي ما تنفذ فيه حتى شي حاجه. كنا كنحاولوا انه نديروا عمل ولكن ما توفقناش. فقررت انه نعتمد على راسي ونمشي نشوف اغنيه مغربيه، واللي هي باش بديت، واللي هي اغنيه وعديني، هي اغنيه اول اغنيه مغربيه درتها وصورتها في امريكا وجبتها معايا للمغرب. وهذه كانت هي اول بدايه ديالي. اغنيه كانت محبوبه عند الشباب في الكوليج وفي يعني كان عندها جمهور، بس كان جمهور محدود. بالك الاغنيه الاكثر يعني انتشارا وترديدا من قبل الجمهور هي انت باغيه واحد، انت ومال حبيبي. مال حبيبي. مال حبيبي اليوم وسالينا. وسالينا اليوم مال حبيبي اليوم يعني راها تجاوزت عتبه 50 مليون. الحمد لله. كيفاش تشوف يعني مالحبيبي اكثر من 50 مليون، سالينا اكثر من 40، وانت باغي واحد اكثر من 40؟ وش راني بحالي كنحلم. يعني هاد الارقام هادو كتشوفهم غير عند النجوم العالميين. وحنا اليوم كنشوفوا هاد الارقام عندنا، ف يعني كنقول هذا فخر لينا كاملين، ماشي ليا بوحدي، يعني لينا كعرب. انه واحد عربي، ماشي انا ما كنهضرش على راسي كاع، نخرج كاع من الدائره، ماشي انا. كنشوف انه واحد عربي وصل انه يكون عنده دي فيو بحال بيونسي، بحال جيزي، بحال، فهذا فخر الحمد لله، هذه حاجه مزيانه. واش هو السر تاع نجاح هذه الضربه يعني تاع سعد المجرد؟
ألبوم وراء ألبوم، أغنية وراء أغنية؟ السر هو ربي سهل ورضات الوالدين والعمل والصدق في العمل وحب العمل، هذا هو السر يعني. واختيار والاختيار يعني الاختيار والتوكل على الله. المحيط العائلي، نحن نعلم أنك من عائلة فنية، السيدة نزهر كريكي ممثلة قديرة، والأستاذ القدير الفنان بشير عبدو يعني راقي جدا، وجههم تحية عبر قناة شرف هذا اللقاء إذا كانوا يشاهدون إن شاء الله. الله يبارك فيك. يعني إلى أي درجة يمكن أنه للمحيط يعني الأسري أنه يساهم في توجيه يعني الفرد، يعني إذا كان ينوي أنه يتوجه للفن؟ كيلعب دور كبير طبعا، إذا كان الأسرة فنية كتلعب دور كبير، لأنه الإنسان كيترعرع ما بين فنانين، وخصوصا إذا كانوا فنانين كبار ومتمكنين بحال الوالد والوالدة الله يحفظهم. خديت من عند الوالد ديالي موهبة الغناء، لأنه كان كنت كنشوف فيه ومازال كنشوف فيه المثل الأعلى اللي كنستفد منه، وبغيت نكون بحاله. فكنظن والوالدة كانت تاهي بالدور ديالها كتنصحني شنو نغني شنو نسمع ملي كنت صغير، ما نسمعش لهادي نسمع لهادي باش الأذن ديالي تربى. فالحمد لله هادشي اللي كاين استفدت منهم الكثير، ومازال ليومنا هذا يعني ما نقدرش نخرج أغنية غير لما استشرت مع الوالد والوالدة ديالي. انت كنت تغني يعني منذ الصبا، يعني منذ كنت صغير مع الوالده، ما هي الاغنيه الاولى اللي غنيتها مع الوالد الكريم؟ اول اغنيه غنيتها مع الوالد ديالي؟ مع الوالدة. وانت دايز طلل علينا شوفنا واش حنا لاباس. شحال كان عندك في العمر يعني؟ غنيتها في الطهاره ديالي. هذه الحقيقة. نهار ديال الطهارة ديالي غنيتها، شديت الميكرو وكان هو بالعود معايا، ورحبت أنا بالناس، مرحبا بكم مرحبا بكم، وغنيت الأغنية. هذا نهار كبير هذا. نهار كبير هذا، مرحبا بكم. وغنيتها، كانت أول أغنية كنغني مع الوالد ديالي في الدار مع الأسرة. ممكن تسمعنا مقطع منها؟ هاتي تي لا 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 لا، وانت دايز طلل علينا، وانت دايز طلل علينا، وانت دايز طلل علينا شوفنا واش حنا لاباس طلل علينا. شكون تقصد؟ طلل علينا الحبيب. حبيب الأحباء. الأحباء الأصدقاء كل من تحبه يعني. اللي حضروا النهارة. مثلا. مرحبا بهم. الله يبارك فيك. انت مولع يعني بعدة فنانين في الجزائريين، من بينهم يعني ممكن نعرف اسماء بعض الاسماء؟ استاذ عبد القادر شاعو، حمال الحراشي الله يرحمه، شاب عقيل الله يرحمه، شاب حسني الله يرحمه، شاب خالد الله يطول في عمره، وشاب مامي، هذو الناس كنسمع لهم بزاف. وشكون الفنان يعني الجزائري اللي تتمنى انك يكون معك معاه ديو غنائي؟ شاب خالد. وين السبب؟ على السبب شاب خالد عندي بزاف ديال الذكريات في الطفولة ديالي، وحتى كبرت حتى في المراهقه ديالي كلها كنت كنسمع الشاب خالد لا غير، ما كنسمع حتى شي حاجه يعني من ما بين اوكي ما بين 11 عام حتى 17 18 عام 19 عام وانا كنسمع الشاب خالد، ومتاثر بالشاب خالد بزاف. فكنت كنحبو واحد الحب لا يوصف، ومازال كنحبو ليومنا هذا، وكنوجه له تحيه، يمكن يقدر يكون كيتفرج فيا. نوجه له تحيه. نعم خاصه. وكنت كان يعني استفدت منه الكثير في الاداء ديالو العجيب، وفي الحضور ديالو، في الابتسامه ديالو الزوينه، في بزاف ديال الحوايج، واستفدت منه بزاف. هذا من الناس اللي ما كرهتش ندير معاهم ديو.
التقيت به يعني وتكلمت وتحدثت في هذه الامور ولا لا؟ ما عمرنا تحدثنا في هذه الامور، ولكن تلاقيت به جوج المرات. ما كنتش نهائيا معروف في الساحه، هذا ولا قلت انا ما كنتش يعني باقي في البدايه ديالي من مورا سوبر ستار. تلاقيت به مره في مهرجان اوتار في مدينه اسمها بن قرير قريبه لمراكش، وتلاقيت به مره اخرى في جلسه عائليه جالسين فيها، وغنيت انا وياه. كان الحلم كيتحقق من غنيت انا وياه. غنيت انا وياه يمينة هذا اليوم سعيد مبارك، وكان من الاوقات اللي ما عمري ما ننساها في الحياه ديالي. حلم تحقق مع شاب خال. نعم، ان شاء الله يتحقق الحلم ديالك. ان شاء الله ان شاء الله. الله يبارك فيك. بذكر يعني شاب خالد، هناك مواهب يعني كبيرة يعني تخرج يعني تتخرج من البرامج التنافسية الغنائية خاصة في المشرق العربي. نعم. اليوم كاين زخم في البرامج The Voice، Arab Got Talent، يعني عدة برامج، لكن في المغرب العربي يعني محرومين من هذه البرامج، يعني ما كفنانين ما كانش يعني مشاريع باش نديروا برامج خاصة بالمغرب العربي. لو كان عندي يعني انا يعني شيء ممكن يكون عندي دور انه ندير برنامج، كون ندير برنامج في المستوى يكون في المغرب العربي. كنتمنى ان شاء الله سواء في المغرب او في الجزائر او في تونس يكون عندنا برنامج في المستوى او احسن من 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 هذوك البرامج الاخرين. علاش لا؟ يكون طموحنا كاع احسن حنايا من برامج اخرين. نتمنى ان شاء الله يكون حنا، لانه كاينين مواهب بزاف، وهذا ما يمنعش انه احنا حاولنا نديروا حويجات برامج، ولكن ما كاينش دعم. انا كنشوف انه ما كاينش دعم من مورا البرنامج، ملي كيسالي البرنامج ما كاينش دعم، من غير ذكر اسامي البرامج بصفه عامه ما كاينش دعم من مورا ما كيسالي البرنامج. الموهبه يلاه سالات والناس فوطاو عليها ويلا بدات كتحس بالشهره وتحيد لها كل شيء. يعني حرام انه ما تتابعش هذه الموهبه هذه، واذا تابعنا هذه الموهبه ما غادي يعني شكون اللي غيستافد؟ يعني بلادنا غتستافد او العرب غتستافدوا، غيولي عندنا اسم في العالم الى تابعنا هذه الموهبه. المتابعه بين بعد البرنامج هي الاصح. كنت قمت بديو مع الفنان صلاح الكردي يا انسان. اين موقع يعني القضيه الفلسطينيه في يعني من عند سعد المجرد؟ من خلال اغنيه يا انسان مع الاستاذ والفنان والاخ صلاح الكردي، هو كاتب وملحن اغنيه يا انسان، ومحمود عيد هو موزع الاغنيه. من خلال الاغنيه حاولت نعبر انه على التضامن ديالي مع هاد الناس ومع الاطفال اللي كيموتوا يوميا في القدس، وحاولت نبين انه انا ماشي كنغني على الحب وخلاص، ولا على شي حاجه ريتميك وخلاص. لا، انا تانا عندي واحد الكوتي وكنفكر في هذوك الناس وكنحس بالالم ديال هذوك الناس وتضامن انا مع هذوك الناس، شاركت في هذه الاغنيه. وعندك مشروع جديد؟ كاين ان شاء الله مشاريع. ممكن تحدثنا عن بعض التفاصيل؟ طبعا كاين مشروع مع جلال الحمداوي، كلمات والحان وتوزيع، سينجل غادي يخرج ان شاء الله في مارس ان شاء الله. كاين مشروع ديو مع الاستاذ راشد المجد، غادي يخرج في الصيف. كاين مشروع البوم في نفس الوقت خدام عليه، باش يكون ان شاء الله واجد في ديسمبر. وكاين فيلم شاركت فيه، فيلم سينمائي، كانت اول تجربه ليا في السينما. وكاين دي زيدي، كاين افكار بزاف خصهم غير يتنفذوا. ان شاء الله كاين اعمال جديده غادي تخرج باذن الله. ان شاء الله. ما ضامن مضمون الفيلم يعني القصه ديالو؟ الفيلم الفيلم يا سيدي سميتو الروح، اسبري، كيتكلم على واحد الروح، واحد السيد كان اغتيل في قديم الزمان،
وخرجت الروح ديالو اليوم وبغات تنتقم من هذوك الناس اللي اللي قتلوا اللي قتلوه. فهذا اللي نقدر نقول لك دابا، ما نقدرش نحرق الفيلم كله. فهذه الفكره ديال الفيلم. وانا كنت من الناس اللي مشاركين فيه، ومعايا شاب الدوزي كمان حتى هو. ايوا هادشي اللي كاين. طيب حنا كيف يعني التوجه؟ حنا كنا نستناو سعد فيلم عاطفي يعني تيتانيك ولا مش الفيلم تاع رعب. جاني السيناريو وتعرضت عليا الفكره، وخصوصا مع مخرجين عندنا متمكنين في المغرب بحال ابراهيم شكيري وكليلة. ما قدرش نقول، ما قدرش يعني الا نشارك في هذا العمل، يعني ما قدرش نقول لا لهذا العمل لانه عمل مهم في اسماء زوينه. واستشرت مع الوالده ديالي فوافقت لي حتى هي على هذا العمل، وهادشي اللي كاين شاركت فيه. ما شاء الله. ما هي يعني الفنانه العربيه اللي يعني تتمنى انك تكون معها فيديو غنائي؟ فنانه عربيه؟ فنانه عربيه شيرين. كنت منا نغني مع شيرين عبد الوهاب. وعلاش السبب؟ ورا السبب؟ لانه كتعجبني كفنانه وكحس وكاختيار واختيارها لاغانيها. كيعجبني الطريقه باش كتغني. وحتى الاستاذ راشد المجيد هذا هو سبب، يعني سبب هاد الديو على شطره، لانه حبينا بعضنا وداز لو كورون فنيا حتى إنسانية. وفنانة جزائرية فيها إمكانية؟ فنانة جزائرية نتمنى. ولا تسمع مثلاً؟ تسمع مثلاً الفنانة الجزائرية؟ من زمان وأنا نسمع الفنانة الكبيرة وحبيبتنا فولاع بمسا. وعلاش لا، نتمنى نغني معها. أنا أتشرف نغني معها. فولاع بمسا نوجه لها تحية، تشاهد البرنامج أكيد. تحية كبيرة للفنانة الكبيرة فولاع بمسا. كيفاش وجدت يعني الجزائر؟ زرت باب الواد، زرت الاحياء العتيقه، كيفاش وجدتها؟ فيه فرق بين الاحياء العتيقه في الجزائر وبين المغرب؟ ما كاينش فرق كبير، يعني انا كنتمشى قبيله في الشارع حاسس براسي بحال اللي كنتمشى في المغرب، ما كاينش واحد الفرق. الهضره هي هي، الجو هو هو، الاحياء بحال 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 اللي جالس في طنجه تقريبا. ماشي ف وهذا الشيء زوين. هذا الشيء زوين، فين غادي تلقاه؟ يقال يعني المثل يقول بلي ان الفن يجمع الشعوب والسياسه في بعض الاحيان تفرقها. يعني كيفاش يشوف الانسان مجرد هلا؟ انا كنبقى دائما في اطار الفن، وكما قلتي الفن هو اللي كيجمع الشعوب. هو الفن هو السلم، هو السلام. فاي حاجه عندها علاقه بالمشاكل ما كنحبش ندخل فيها، بعيد عليها كل البعد. عندي هنا بعض الصور، بعضها يعني جبناها من الألبوم. عندي لا 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 هذه العزيزة على قلبي للا أسماء المنور، أحبها جدا. صوت وفخر للمغرب، المغرب العربي وللعالم العربي. هذه البرايم اللي قبل الأخير، وكما كتشوف الفرحة على وجهي، لانه ما كنتش كنتسنى انه غادي نتاهل ونبقى انا الثالث. وكنت كنغني اغنيه طاير يا هوا، وهنا تاهلت للمرحله النهائيه. هنا حلم ثاني تحقق لي. اجمل ما سمعت في لجنه التحكيم لما غنيت الاغنيه؟ اجمل ما سمعت جوج حوايج. سمعت خوليو العرب من الاستاذ الياس الرحباني، فاجأني مفاجاه كبيره. اللي سماني على مطرب عالمي كبير واللي هو خوليو إغليسياس. وحاجه اخرى سمعتها هي انه
واحد السيد كان كيترقب ليا انه غادي نكون نجم. استاذ عبد الله القعود قال لي انت واحد النهار غادي تكون نجم. نوجه لهم تحيه الاستاذ الكبير الياس الرحباني الاستاذ عبد الله القعود والاستاذ عبد الله القعود وكل ما يشاهدونا في هذا البرنامج من لبنان. الى اي يعني هل ممكن ان نشوف سعد المجرد يغني بلهجه غير اللهجه المغربيه ولا بلغه غير اللغه العربيه؟ ممكن ممكن ما عنديش مشكل نغني باي لهجه اخرى، ولكن حاليا ما دمنا احنا في البدايه ويلا يعني عرفونا الناس في العالم العربي، كنفضل انه نخليني في ما بين وبين يعني في لهجه بيضاء باش نخليو هاد الناس يفهمونا اون ذا سيم تايم في نفس الوقت، وبشويه بشويه نخليهم يفهموا اللهجه المغربيه القحه او المغاربيه القحه بشويه بشويه، ماشي ما يمكنش نديروا داك الشيء بالزربه بالعقل بالعقل. الاغنيه تاعك سالينا سالينا حققت يعني انتشار واسع وخاصة في الخارج العربي، احكي لنا يعني كيفاش خممت يعني فكرت انك تدير هاد الاغنية؟ هاد الاغنية كانت فكرة الاستاذ جلال الحمداوي وتنفذت بزربة، تنفذت درنا الفكرة، حطيت لافوا في الدار خدم عليها الاستاذ جلال الحمداوي، وكانت هي فتحة خير عليا يعني اول اغنية تعرفت مزيان في العالم العربي. ممكن نسمع قليل من سالينا؟ مرحبا. تي اي لا 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 سالينا سالينا من هذا الحب، سالينا 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 من هذا الحب، سالينا انا وانت سالينا سالينا انا وانت سالينا يلا قلبي عينا الله يعوض علينا يلا قلبي عينا انت محبوب الوالي انت راكب يعوض علينا سالينا سالينا. الله عليك ما شاء الله، الله يحفظك. فنان فنان الله يحفظك. حفلة يعني في القاعة البيضاوية في الجزائر، يعني أطربت الجمهور ببعض الأغاني الجزائرية، حابين نسمع سعد بأغنية جزائرية إن شاء الله. ان شاء الله. واش كتعني دابا ولا دابا؟ صعب ليا بغيتي تقول لي زعما من بعد واش كاين شي عمل؟ دابا دابا واخا دابا. اي لا 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 تي لا 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 يا حاجة بيزار ماشي نورمال حياتي بلا بيها، صحابي وجيراني وفاملتي براس كيعرفوها، سكنتها قلبي ودخلتها داري وسميتها المدار، ياه والله هنيتي نعطيها اسمي ندير معاها الدار، يا كنتي تسواي عندي الدنيا أرضاو عليك حتى والديا، كنت سيريو معاك انتي كنا فوق
حبست الصار وطريق العوجات معك غنتي حبست الخجار وليت عاقل معك انتي كون فوق ديروا لها العقل بلي راني نبغيها ومازال هي عمري راني معانا في ذا جامي شونجي راني نقولها لنا جينيرال هي عمري نخمم فيها ليل ونهار ماشي غلطي يا سعد المجرد يعني في كل البلدان يعني في كل أماكن اللي تزورها يحدث يعني معجبين في المطار معجبين في الشوارع حتى مثلا في الكويت يعني أزمة سياسية استدعاء وزراء ويعني ما السر الإعجاب الجمهور بالسعد المجرد وش هو السر؟ ما أعرفش البساطة الأغاني يعني من الإحساس ممكن بساطة الأغاني ممكن البساطة بصفة عامة ماشي سهل تكون بسيط باش تغني سامبل باش تكون سامبل باش تكون طبيعي خاصك يعني شيء سهل ممتنع كي يسميه سهل يعني صعيب دير شي حاجة سامبل لأنه هي اللي كتوصل للناس هي اللي سامبل ولكن بروح بإحساس فالسر ما عرفتش ما نقدرش نقول لك لأنه أنا منكش الناس هما هذاك السر يعني شي حاجة كيعرفوها هما الناس لاحظوا فيها شي حاجة عجبتهم انت عجبتك الأغنية ديالي؟ أكيد شنو اللي عجبك؟ انت باغي واحد نتسيت عجبتك الجملة عجبتني اللحن عجبني الأداء الله يبارك فيك شكرا والله ما تشلي ما تكفي ليها
عليك وسعيد بتعب كل شيء انت باغية واحد حققت انتشار كبير جدا واعيد يعني اعيدت بكل اللغات، ما هي الاعادة يعني اللي عجبتك بزاف؟ الاعادة ديال واحد الطفل شفتي اوزباكستاني اللي زعما فاجئني كيفاش غنى بالاحساس والحضور واللباس ديالو كله كان عجيب. وكاين ديكوفير بزاف، كاين بزاف ديال الكوفر، يعني لحد الان لقينا 200 كوفر من بعد هادي شحال باش كان عندنا هذا الاحصاء، اليوم يمكن كاين اكثر. كاين كوفر بالاسبانيه هذا كان يعني مفاجاه، كاين عاوتاني كوفر ديال نبيل شعيل فنان عنده تاريخ وهذا كيغني اغنيه ديالي. كاين بزاف ديال الفنانين غنوا الاغنيه وهذا يعني كيشرفني بزاف بزاف. يعني المفاجأة ما كانتش غير في الأغنية فقط، حتى في الرقصة المفاجئة اللي ظهرت على اليوتيوب ربما كان سبب انتشارها أكثر. كنا غير ضحكين، احنا كنا غير قصارين كما كيقولوا مع أصحابنا، مع دي جيفان، مع مومو. الفكرة درنا أنه فكرة هذاك الجو المرح اللي احنا فيه نشاركوه مع الناس، فقررنا أنه نصوروا هذاك الشيء ونعطيه للناس يتفرجوا فيه. فإذا بيد نجحت هذيك الرقصه اللي سامبل ما فيهاش شي حاجه، نجحت وخلت الاغنيه تنجح اكثر في الخليج هذيك الرقصه. سعد الحوار معك ممتع والبقاء معك امتع كثير، لكن الوقت يداهمنا، يعني توجه كلمه للجمهور اللي يحب سعد سواء الجمهور الجزائري ولا عبر في كل انحاء العالم. كنقول للجمهور الجزائري والجمهور في كل انحاء العالم، شكرا جزيلا على المتابعه ديالكم وعلى تشجيعكم، وكنتمنى ديما تبقاو تشجعونا وتشجعوا الفن العربي باش حتى هو يكون في المستوى ويوصل لانترناسيونال ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. لا شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا. شكرا الله فيك. Oh,
يا واحد ساكت المجال لعب عليه العشرة يكرا جميعا سفع نادر